السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تيتل جيمز. جرب معكم اليوم بيتا لعبة ماستر هانتر وايلد. طيب من فين نجيب البيتا؟ البيتا تجيبها من صفحة اللعبة، تمام؟ ادخل اللعبة في ستور بلاي ستيشن في المتجر وتحمل البيتا. لكن إذا كان عندك بلاي ستيشن بلس تقدر تلعبها عندك، تبدأ من 29، يعني من أمس واليوم، أظن بس أمس واليوم، تمام. اذا ما عندك بلاي ستيشن بلس لا، لازم تلعبها من يوم 1 نوفمبر اتوقع، زي كذا من بكره يعني. فحنا الان عندنا هنا بالقاعده ما في شيء. شوف هذا، كلم ذا، في شيء هذا ما يشتغلون، بس اللهم عرف الخريطه. الخريطه حلوه، شوف الخريطه، شوف الناس هذول. انا بسط الناس، كنت ابغى الواحد يلعب. شوف الناس كيف البشر منتشرين. هذا البريكو حقي. الحداده فتحت؟ أظن ما فتحت الحداد. الحداد لسه ما فتحت عشان نبغى نعدل. طيب فنبغى نروح الآن، نبغى ناخذ مهمة. ناخذ مهمة ولا ندج؟ شكلي بدج، بس لا مهمة أفضل. مهمة من عند البنت هذه، ناخذ لنا مهمة. عندك نشر انضمام مهمات الإعدادات، مهمة اختيارية، هذا وهذا عندك. ناخذ هذا أول شيء، صيد اللي هو تشتك كابرا، نشر واستعداد. تم قبول المهمة، الآن نخش هنا ونزبط أمورنا. يا زحمة، زحمة بشر. يقول لك اللوبيا الواحد فيه 100 لاعب، كثير والله 100 لاعب. من هنا شوف نقل العناصر، ودي أخذ العناصر، حقيبة العناصر. ودي أخذ هذه عبات قيلي معاي، هذه حقة الاختباء نسيتها. ودي أخذ اللي هو كبسولة وميض، نبغى كبسولة وميض، ونبغى الأفخاخ، تمام. واخذ لي قنابل، قنابل صغيرة، واشياء كثيرة عندي هنا. طيب هذه حاليا اللي اشتغل عليها. طيب ايش عندنا في العتاد؟ العتاد انا الان معي سلاحين، بجرب السلاح اللي هو النصر المشحون، واجرب السلاح اللي هو المطرقة، مطرقة الامل. هو هذا الشيء المتغير، شوفوا اللي ما يعرفون. خلنا ناخذ هذا الرجال، يلا هي احنا مستعدين بدأ المهمة. يلا للحالي، بس ما حتخش معاي. المود يلعب اونلاين او شيء، بلعب شو اسمه، جرب كذا الواحد، ودي العب لوحدي كمان قدامكم الان معاكم. وعدينا ننزل مقطع كذا خاص بالاونلاين، نبزح على الشباب. فين هذا؟ اتبع اللي هو الريحه حقته، هذا اللي هو من هنا. ذاك خلاص، ذاك طيب يلا خل نروح ذاك انقزله بس. ايوه يلا خش عليه. طيب شايف دقيقة، أول شيء بصلح، أول شيء بشحن السلاح قبل أخش عليه. والتركيز، المشكلة اللعبة لسه مشكلة التركيز. دقيقة خلنا أعرف سلاحنا. دقيقة جاز شحن زي كذا، نشحن السلاح. دقيقة تعال أنت، شحننا السلاح، ممتاز. الآن نشحن الدرع، يلا لا تطلع ذا ابن حلال. أخذت لسه حكاية الدين تقولون، ممتاز. شحننا الدرع، نشحن السيف، شحننا السيف. الآن نشحن، نشحن ذا، نشحن هذا يا شيخ. لازم ليه دخلت سلاح؟ نشحن هذا، نشحن ال شو اسمه. ايوه شحننا الفاس، شحننا كل شيء. صد في حركة صد، ضربك تضغط له ار1. يا اخوي ليش دخل ذا ابن حلال؟ ار1 يضرب. هذه المشكلة، مشكلة هي التركيز. تعال كذا، يا
دقيقة شوف أخذ صديت يا أخي. هي مشكلة دائما التركيز. ممتاز. أنا أبغى دي. أنا أبغى هذه وهذه. أحا هذه اللي أبغاها. انفجار عظيم هذا. أشوفك 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 أشوفك. أيوه أعطيه ضم زي كذا. أيوه أيوه أفضل من شار. أفضل من شار. أضيعها. ضيعتها يا شيخ. ايوه المنشار انشغل. مدام المنشار مشحون خلنا نستفيد منه. انشره بس. الحين نجرب ان شاء الله. نجرب عليه كمان المطر. انشار لسه مشحون. ممتاز. يا اخوي التركيز لسه مشكلته التركيز. المنشار مشكلته. مشكلة المنشار وكويس مدام مشحون كويس بس مشكلته ايش؟ يا اخوي وراك الرجال يا اخوي التركيز اقسم بالله اسوأ شيء يمكن في اللعبة لحد الان التركيز. اوكي خلاص 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 راح المنشار. المنشار خلص. المنشار خلص. خلنا نصد. صد دقيقة. ما هي مشكلة اعطوني جرعة يا حلو. خلنا دقيقة. اوكي انا ما عندي ذا. ابغى لي اشحن السلاح. شد اشحذ السلاح. اوكي كل شيء راح. كل شيء راح. خذ جرعة. وانادي. تعال هنا. وين ال اوكي هذا. نشحن السلاح. شحنت السلاح؟ شحفت ايوه هذا اخترته خاصة. اشحن يلا. دقيقة خليني اشوفك انا بس. دقيقة خليني دقيقة. كيف شحن الدرع؟ اول شيء نشحن الدرع وبعدين نشحن السيف. ممتاز. الان بس نغالنا كذا انا طلقات عشان. ايوه ممتاز. انا ابغى اشحن زي كذا. ممتاز ممتاز. الان نعطي كذا واحده. ايوه ابغى منشار. انا اضرب المنشار. شحننا المنشار او الفاس. كلها لا شرح ان شاء الله. اللعبه تنزل اشرح لكم اللي هي الاسلحه. دقيقة خلينا. والله العظيم مشكلتي لسه ما زالت. خلنا نطلع دقيقة. تدرون خلنا نطلع المطرقة. طلع المطرقة. المطرقة جهزتها. الا معاي المطرقة. اطلعها. وين راحوا؟ نشتغل الان على المطرقة ونشق وشق المطرقة. شوف كيف قوة المطرقة. فين ذا فين؟ ماشي صح ولا؟ بس وراي هناك. ايوه هناك. انقص طيب. تورط صاحبي تورط. قاعد انقز. تعال هنا. لا نجرب المطرقة. يلا لا نريكم المطرقة كيف المطرقة. صح انا هي الفكرة من البيت هذا انك تجرب الاسلحة. اظن فيها اربع وحوش بس. ايوه هذا كله. يلا جاري عليه. ادعس. شوف كيف البيئة الحياة الفطرية. ايوه انا قست عليها كويس.
دقيقة غضب نكلم. أوكي سببنا له جرح. الحالة الجديدة كمان في الجزء هذا اللي هي الجروح، الأعداء ضربتهم الوحوش ذولي شو اسمه ضربة قاضية باروان، أيوة السلاح تسبب لهم جروح، أيوة هي دي. دقيقة أشوفك أشوفك، خلني أبدو كذا زينتين آخر عنه شحن لواحدة كذا، أيوة اصبر رجولي صافية، أيوة هي دي المطرقة تهبد، تبغى تهبيد المطرقة، سلاحي المطرقة اللي يعرفني سلاحي المطرقة، خلصت فيه أشياء كثيرة. أعطي كذا واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة، خلاص ما هي مشكلة تستاهل. الجرح فين الجرح؟ شحن له واحدة دقيقة بس، أيوة والله ذي يا أخي أيوة مات. والله المطرقة تأدب، والله المطرقة تأدب. في حركة في المطرقة ما سويتها اللي هي تشحن، دقيقة تشحن 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 وتضغط لي تضغط لي دائرة مثلث، هذا شايفين؟ شوف 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 كيف شوف الآن تشحن تشحن فلتها الآن، هذه ما سويتها ذي للأسف كنت أسويها. دقيقة دقيقة وروح هذا سوي هذا، أيوة 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 جاهز، ناخذ القطع حقت الجزاء. طب رح نقتل عدو ثاني وغير بعض الأسلحة. طيب ايش اخذنا اسلحة؟ اخذنا الخناجر الامل النص اللي صار المزدوجة، طبعا عندك 14 سلاح وكلها ترى شرحتها في الجزء الماضي اللي هو وورلد، كلها شرحتها في القناة اللي ابغى اتعلم على الاسلحة. في اشياء جديدة اضافوها في وايلد هنا في الجزء هذا، بس يفضل تتكلم عنها اذا نزلت اللعبة، ركز عليها اذا نزلت اللعبة تمام. اللي يبغى يتعلم على الاسلحة هذه يشوف المقاطع اللي نزلتها بخصوص الاسلحة. ف زي ما قلت لك الجزء هذا حلاوته تقدر تاخذ لك سلاحين، فهذا شيء جيد. انا اخذت اللي هو النصال المزدوجه واخذت القوس. نيجينا الان ناخذ مهمه من الاستاذه الماء. طيب ناخذ هذا بس ابغى العب لوحدي. تعي كلمه مرور ما ابغى احد يخش معي. يلا ناشر استعداد، والله ما اخذت الوجبه، يبغى لي وجبه. يلا نشر واستعداد، ما ابغى نشر ورحيل. تقدر تصلح نشر ورحيل على طول تروح المهمة، لكن كي تم قبول المهمة خلنا ناخذ لنا وجبة. حاليا في البيت الوجبة تاخذها من الخيمة. الوجبة فين الوجبات؟ الوجبات اللي هي هذه مشوات الشواء، الوجبة المصبية ناخذ لها وجبة كذا. يلا طيب الماء فقط، لا لا ناخذ هذه، نعم يلا خذ لك وجبة. كذا الصحة 50 قوة التحمل 150 الهجوم نقطتين، ممتاز ممتاز. الآن اضغط لي زر اللمس عشان نرحل الرحيل الآن. يلا يا الله معاي ناس، أبغى أحد يا شيخ. يلا يا مشكلة، يلا هاي مشينا. أنا مشكلة والله من نصار المزدوجة نسيها والله، طيب نسيها المصال المزدوجة. فينك يا دوشكا؟ ما مدري شو اسمه ذا، انقز ايوه تعال خش عليه على طول. ايش معاي الان؟ انا معاي القوس ولا النصال؟ معاي النصال اذا اني ماني ناسي. اوكي يلا تعال اجري. هذاك راح يذبحهم والله محضر هذا ما شاء الله عليه. تعال هنا، هذا حضر ذا. دقيقة خلنا ناخذ القوس حاليا. يلا
خارج النطاق. ايوه اجلد، شوف القوس كيف. اوكي القوس من فوق هذا تقدر تجلد، ممتاز. وش عندنا القوس؟ ايش ميزات القوس؟ غطاء القوة، اقدر اغير، بغير غطاء السم. ما عندي والله غطاء قوة ولا غطاء سم، ما اخذت. مو معقولة ما اخذت ذخيرة. خلنا انزل انزل انزل. لا معي غطاء قوة، الا معي غطاء قوة. طب هناخذ غطاء السم دقيقة. ايوه نزلت غطاء السم اللي طلقت السم دي اسمم الان. معي 8 الحين، الان اشتغل عليه. اوكي سممناه، عندك واحدة اظن راح تخلص. اوكي ما تخلص لين اسممه، بس كيف اعرف اني سممته؟ اظن يطلع من فمه حاجة. شوف هذا شغال بس بسيف السمراي ذا، السيف الطويل رهيب، السيف الطويل ترى السيف السمراي. اوكي سممته، يلا انزل 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 انزل. ابغى اضرب دقيقة، اضرب اللي هو هذي. في حركة ثانية لي هذي تشحن. لا باخذ غطاء القوة. ايش الحركة الثانية اللي هي؟ نار مركزة. لو ضغطت لي طلقة مشحونة، طلقة سريعة. أيوة ثاقب التنين، أبغى ثاقب التنين. أيوة هاي ثاقب التنين. خلاص شيء القط، خلاص دائما يفك لك أزمة يعني. إذا كنت مرة ما تبغى تنوب زي كذا، فهذه مرة رهيبة. خلني بس أحط الدراجة. لا تشرب خارج النطاق. ايوه ثاقب التنين رهيب بصراحة. وش عندنا كمان؟ الشحن الخلف، شحن خطوة الخلف. ايش جان طير الجو؟ نار مركز اللي هو بأرض. طيب بسرعة جربنا جربنا القوس. دقيقة تعال يا ولد، السلاح عشان تغيره لازم تركب صاحبك الحصان هذا. خويي مات، يلا. اوه طلعت فوق. يلا اوكي ماني رافض. اجي عند واحد دقيقة، اجي عند راسه اضغط عليه. هجوم بالسكين، هجوم بالسكين قوي. بعدين ار1 اضغط لي ار1، ممتاز حلو. اتاك اون تايتن انا اشحن. لا دقيقة وفي حركة اشحن. ليه ما ينشحن؟ المفروض ينشحن، المفروض ينشحن. دقيقة يعلمونك كيف تضرب صراحة، والله العظيم هذه حلوة دي. ايش سويت؟ طيب ضربة مزدوجة، هجمة منقضة، وضع العفريت. اكيد وضع العفريت، ما دخلنا وضع العفريت احنا. يلا يلا وندخل وضع العفريت. تعال يا ولد، والله خويي قتل، يقتل خويي الحين ترى. استخدم انا معاه شو اسمه، دقيقة اوريكم استخدم معاه. وين هي كبسات المميض؟ خلنا ناخذ كبسات المميض. كيف كبسات المريض؟ تخش وضع العفريت وجلد لين تشحن، بعدين تدخل في وضع العفريت. كيف حركاتها تاكل تاج رقصة النصل، هذه رقصة النصل. وقر عنه انت، خليني اقتله. ثورة العفريت. شو اسمه؟ يلا نرجع لوضع العفريت، طلعنا منه، ندخل وضع العفريت مرة ثانية.
هذا يبغالي ارجع اتعلم من جديد. ترى اسمه السيفين هذه رهيبه. لا خش وضع العفريت، ليش طلعت منه؟ ليش اضرب؟ لا يروح. دقيقة. يوه لف علي انا. ناخذ جرعة. جرعة دقيقة. شوف كيف سوي السلاح. في حركة سوية دقيقة، رخص العفريت اللي هي هذه. اهو كل ما شحنت تدخل العفريت الاول، تدخل العفريت الثاني، تدخل العفريت الثالث. ايه نسيت انا هذه، سكبه. عفريت من دفاع الثورة. العفريت الثاني. دقيقة خلينا. وضع العفريت كمان. شو الحركة؟ تعرف تلعب الحركة يا اخوي. وين حركة اللي تاكل تايتن هذيك؟ حركة ايفاي. وين الحركة؟ ابغى اسويها. طيب يلا تعال تعال خلنا اشحن. نشحن السلاح. السلاح الوضع ماشي. دقيقة كيف ندخل الوضعية؟ كيف الرقصة اللي هي هي هذه الرقصة؟ هذه الرقصة. أيوة هذه هي، هذه واحدة. فزلي على راس رقصة النصل. بعيد عنك روح يا رجال. مشكلة الشحن. دقيقة خلنا هذا. ايش هذا؟ الحشرة الصغيرة الكبيرة. كويس ناس حقا. نزل الفخ. ايوه طاح في الفخ. ممتاز. يتكلم خلاص مات. إيه مين اللي ماسك؟ نزل. لا نزل هذا. اوكي كهرباء يا عيال ممتاز. يلا الان صرت عبريت واحد، صرت عبريت اثنين، صرت عبريت ثلاثة. طلعت برا. يعني هي الفكرة انك تصلح ثورة العفريت قبل ينتهي الشحن. هذه الفكرة. سلاح شوية فيه يبغى له كمان قبل تنتهي اللي هي شو اسمها؟ قدرة التحمل كمان، نسيت قدرة التحمل انا كمان. اي تعب ايش ما تعب، طلعت برا. اوكي يعني قدرة التحمل تنقص كمان. اوكي تحمل تاني بس انا مش. طيب دقيقة خلينا ناخذ جرعة يا سيدي. الوضع صار صعب. جرعة. ايوه اعطيني انت جرعة كمان. خلينا نشحن كمان. خلينا ناخذ هذا الرجال. إذا دخلت في وضع العفريت قدرة التحمل تنقص، فأنت اعتمادك على قدرة التحمل. فهمتوا؟ فيبغالك تسوي الحركات اللي هي رقصة العفريت وذي قبل تنتهي قدرة التحمل. هذه الفكرة.
ننزل واحد كذا. يلا خش العفريت اول شيء يشحن. شوف كيف تنقص في التحمل الان. يا راح علي بس يا ابوي. في حركة رهيبة يسويها. والله يرجع يتعلم عليه. عصب ذا والله. والله ما توقعت يعصب. والله ما توقعت يعصب كذا مرة. اسفين يا اخي. طيب تعال يا صديقي. يلا يا صديقي يلا خلنا نسبقه. ادعس. السيفين هذه والله جيدة ممتازة. السيفين جد جد ممتازة. الدمج بشكل كبير بس يبغى قدرة تحمل. خلنا اوكي صادق صادق. معاه دخان؟ اوكي. انزل. هي الفكرة كيف اوري تدخل فضل العفريت تجلد تعبي هذا. اوه اوه صح 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 يا ابوي. اعطيني يا ابوي رجعني رجع. الله صحة لف علي الخبل. صحة ما ترجع تبنى معاي جرعة كبيرة. لا هم كيف مع جرعة دي. يلا الحين افضارك شي قدام هناك. دقيقة اوكي اوكي شفت كارب. يلا خش هذا العفريت. يلا الان سوي لك كذا يا طول عمر. استنى نص الواحد. اسقط التحمل. اخذ التحمل خلصت. ما جملت. طيب انا اقول لك حاجه اقول لك حاجه. انا بضرب لك حاجه. كبسوله الوميض. انا اطلع من هنا. اشوفك اشوفك انا. دف علي. خدته. نلبسها. لا لبست انا بس انا. اوكي دوخته. تحمل نقصت. يا اخوي ليش ما اخذوا اللي هي القدرات اللي موجوده في رايز اللي هي قدرات الخطاب؟ مستغرب. اجلد طيب الحشو كنت هذا كيف ذا؟ ليش طلع برا؟ ها اذا انضرب يطلع برا الوضع العفريتي. يا ابوي هذا غريشر الغبي ذا. دق الريوس. شوف كذا دق الريوس. قلدش. الله قلدش دق الريوس. يا ابوي هذا غريشر الغبي ذا. طفشنا ترى. ناخذ هذه بس. ايوه ما تقتلنا خربت علي. طيب ما علينا. بندقية رماح الامل ما استخدمته بشكل كويس فبروح اقاتل عدو لان كل ما دخلت مهمة معي ناس. فبنروح نقاتل هذا. بنقاتل هذا يلا. تحديد الوجه. يلا شاركم السلاح كيف بس. سلاح قوي بصراحة بالذات مع درع قوي. الرمح ذا ترى مرة قوي. ايوه خلنا نعنف هذا شوية. شوف كيف تضغط لي زي كذا. ار2 ثلث ثلث ثلث. ويدينا ثلاث مرة ثالثة. لا ثلاث كذا ورا بعض تضرب ضربة عادي. رافع الدرع طيب.
الآن بس التركيز، أنا بس أركز. واحد اثنين ثلاث دقيقة، خلني أوريكم. أضغط L2 و R1 يشب كده، تمام. الآن نضغط مثلث مع دائرة الانفجار العظيم هذا، شايفينه؟ وش عليه كذا كبله فوقه. اوكي ممتاز، ماني رافض. اضغط ليه؟ اذا رقبت فوق اضغط مثلث مثلث لين تفتح جرح، تفتح الجرح اضغط R1 عشان تضرب بالسلاح. ايوه كيف شق شق، ركبت له قنبلة. يا سلام عليك. يلا الآن L2 مع R1 عشان نشحن بعدين. اضغط لي R2. ما هي مشكلة. طبعا راكب نفس الدرع طبعا. ايوه صد، طبعا صد. الدرع ما جمل مرة الدرجة دي. دقيقة، طيب كيف نطلق النيران؟ اثنين ثلاثة كذا. اوكي خليها ده شوية واضرب. اوكي هذه برضه حلوة دي. مثلث مثلث مثلث، ايوه مفجرة زي كذا. هذه اللي رهيبة بصراحة. شكوالي دقيقة صد وانت تضرب يضربك. ناخذ جرعة، اعطاني جرعة. ممتاز. المجنح الان يمدينا يمدينا يمدينا. اوكي يمدينا. واحد اثنين ودائرة تشحن. او اضغط لي L2. L2 يركز ما يصد. R2 يصد. هرتو يصد. تضرب ثلاث من ثلاث مرات وتضرب بعدين بالدقيقة إذا تبغى، بس لازم دقيقة. وأنت تصد زي كذا ما تقدر غير تضرب من ثلاث. شوف كيف؟ إذا تبغى تضربه بالدائرة تطلق عليها كذا بالسلاح الذخائر لازم تضغط L2. فالآن فيه اللي هو L2 وفي R2. نعشق ونضربه بهذا. لا يتحرك لا يتحرك. وجهه اوه. والله سلاح رهيب ذا بصراحه، سلاح اخواني عني من زمان. ممكن اغيره بدل المره ذا. نعشق الان L2 مع دقيقه R1 شحنا. ممتاز اشوفك. اضربني اضرب. تفقد التحمل. دقيقة ننتظر الفرصة المناسبة عشان في هذه فرصة مناسبة. دقيقة لا ما عندي شيء صح. استناه يشحن. دقيقة شايفك شايفك. ثلاثة مثلث بس. خلنا نشحن. دقيقة خلنا الحين بينقز الحينة. هل نطلق على كذا؟ ايوه ايوه ايف الجرح. ننزل عليه بواحدة. لازم انتظر ال شو اسمه اللي هي شو اسمه نيران التنين المجنح تشحن عشان اعطيه واحدة كذا. اعطيني وجهك تكفى. ايوه والله رهيبة. انتظرها تشحن يا شيخ. كيف تشحن هي؟ لازم انتظر وقت. ما حبيتها دي بصراحة. انتظر وقت. يلا يلا تعال تعال اطلع من انت الدائرة. انت واعي الدفاع. يلا ثنتين ثلاث اربع. ايوه خذ اللي حصل. هو كذا تنح دش فيه. ركز عليها يا غبي. هذا التركيز انت لو تركز بس.
في حركة اللي هي كذا. شحنت أنا كويس أو تشحن كذا كذا اللي هذي دريل. أيوة الدريل تفجر كذا تركه في قنبلة. أيوة الأخيرة الخضراء الزرقاء هذي اللي هي دريل شايفك. بس كذا خلنا متابعين ما يشوفون. طيب متابعين ما يشوفون الكاميرا زاويتها حلوة هنا. دقيقة شايفك أنا. خليني بس أعطيك واحدة كذا دبس لك واحدة. ما زبطت ما زبطت والله. لازم تتأخر. هذا مشكلته إيش؟ هذا سلاح وقت توقيت. سلاح توقيت يعتمد على التوقيت بشكل كبير. دقيقة شوفك أنا. خلصنا واحدة. أيوة ما هي مشكلة. الآن نضرب بالمجنح. أيوة هو ده. الآن نعطيه كذا دبس له واحدة. ليه ما تدبست فيه؟ ليه ما صيت فيه القنبلة؟ طيب ممتاز. الراح هذا وين موجود؟ لا تلحس. انت جاي في مكان. دقيقة لا تلحس اقول لك. طاحت على ذي. عني كذا دقيقة. خليني أعرف حركاتك. أيوة دبسها فيه. خلاص قتلت. والله سلاح هذا يبغالي احتمال استخدمه كثير والله. سلاح صراحة قوي بالذات الدرع ذا معاك درع كبير. ممتاز. يلا سوي. يبغالي تعرف حركات. هي كذا الأسلحة ترى. الأسلحة اللعبة الأسلحة ما كلها سهلة. في أسلحة تحتاج يعني الأسلحة مستويات. مستوى صعب مستوى متوسط مستوى سهل. حنا كذا وصلنا معكم نهاية المقطع هذا. في المقطع القادم إن شاء الله يمكن نقتل الوحشين الباقي أو وحش واحد والوحش نخليه في مقطع ثاني. أنت شوف شو يسوي المقطع القادم. الختام لا تنسون اللايك شكر القناة وتفعيل مقطع أصحابك خلهم تعرفون على لعبة مانستر هانتر وايلد ويلحقون على البيتا. حياكم حساب الانستغرام والاكس والتيك توك والديسكورد. فيكم العاب العباد والدراسه والتدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.